انتهى دوري بالتعليق في صباح هذا اليوم، وأحيل الميكروفون لأخي بسام الشمري. شكرا مطلق العنزي، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، نتواصل بانطلاقة أشواط اللقاء. انطلاقة الشوط الثالث عشر لفئة اللقاء أبكار ينطلق من مسافة الخمسة كيلومترات، يحمل بطياته هذه الشعارات والأسماء المميزة التي تتواجد باحثة عن الناموس وعن الانتصار في مسار وتحديات هذا الشوط. نتابع البداية والمقدمة، أول الأسماء، أول المندفعين تتواجد الحاسمة، هادي بن حمد بن هادي البريد المري يتقدم ينطلق مع البداية وعلى صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يتابع الاسم القادم الذي يشارك في هذه المنافسة والتحدي، شعار سعيد بن بطي الزعبي هنا غادم مع فتونة التي تحتل المركز الثاني، المغامر متواجدا بشعاره المتميز بإنجازاته الدائمة في عالم سباقات اللجنة العربية الأصيلة، يتابع ويراقب فتونة التي تحتل المركز الثاني. انتقل مباشرة مع صاحبة المركز الثالث حيث تتواجد عهد لمحمد بن عبد الله بن علي النوفلي على المركز الثالث. المركز الرابع شعارك يا ابو شريده متواجد مع كيف لصالح بن حمد بن صالح، ابو شريده العذبه يحتل المركز الرابع. انتقل مباشرة مع المركز الخامس، احد ابناء ميدان الشهيد يتواجد مندفعا في هذا التحدي مع كوامل بقيادة علي بن محمد بن جابر العجمي على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الكرام للخمس المراكز الاولى التي اذعتها على مسامعكم بالوفاء والتمام باول نداء. مشاهدين الكرام اتممت على مسامعكم على هذا الانطلاق والتحدي الجميل مع هذه الشعارات المندفعة والاعداد الهائلة التي تشارك وتنطلق متواجدة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذه الأجواء الجميلة في يوم الجمعة المبارك. نتابع هذه المنافسة الشيقة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نتابع البداية ونعود مباشرة مع مقدمة هذا الشوط، ثنائية على البداية بقيادة البريدي الذي يقدم لنا الحاسمة، تحتل المركز الأول بقيادة أحد الشباب المتميزين المتواجدين في مسار هذا الشوط، هادي بن حمد بن هادي البريدي المري، الشعار البحري قادم من أجل التحدي والمنافسة، بينما المغامر يغامر ويتواجد ويبدع وينجز ويقدم الكثير من الإنجازات المتميزة. هذا الشعار مع فتون لسعيد بن بطي الزعبي يتقدم في هذه المنافسة مع البريدي من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. ثنائية تنفرد في مقدمة هذا الشوط بين الحاسمة وفتون، ولكن نتابع بقية المراكز المتواجدة والمشاركة في مسار هذا الشوط. نتابع المركز الثالث الهودة، عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي بن جابر بن حسين شعار بن جهمان غادم في هذه المنافسة، أيضا يتواجد بمشاركة انطلاقة سلهودة. بينما المركز الرابع أتابع شعارك يا السعاق متواجد هنا، متواجد مع متعبة سالم بن علي منتعب الصعاق يتواجد مع المركز الرابع، وخامسا بن سلامة غادم يتقدم بشعاره المتميز، يتقدم أحد الشباب المميزين عبد الله بن علي بن سلام الهاجري يقدم لنا أحد الأسماء المتميزة. هنا تنطلق مثايل مبارك بن راشد بن مبارك الهاجري يتواجد مع مثايل أحد الأسماء المتميزة التي تشكل الخطر في ناموس هذا الشوط. هذه النتيجة مشاهدي الكرام للخمس المراكز الأولى، الخمس الأسماء التي سيطرت وتواجدت في دائرة النداء والإذاعة. نعود مباشرة مع البداية، فتون الزعبي، فتون المغامر تتسلل إلى البداية وإلى التحدي باحثة عن الانتصار وعن الناموس في مسيرة هذا الشعار الحافلة بالإنجازات. سعيد بن بطي الزعبي يتقدم مع فتون التي بدأت تتسلل إلى المركز الأول، الحاسمة على المركز الثاني، هادي بن حمد بن هادي البريد المري، وثالثا أتابع الصعاق متواجد في هذه المنافسة يشارك مع متعبة سالم بن علي بن متعب. الصعاق يتواجد بشعاره المتميز، بشعار أسماء كثيرة، شعار شوباش وشعار شوبة وشعار مصيحة يتواجد
تواجد في هذا الانطلاق، بينما الاسم القادم الذي تسلل مباشرة إلى المركز الثالث، أول نداء مشاهدين الكرام للي تحتل المركز الثالث أم الصيفي عبد العزيز بن راشد بن عبيد المرزيق المري يحتل المركز الثالث، ورابعا متعب محمد بشعر صالح بن عبد المتعب الصعاق، وخامسا بالعرج هنا غادم ويشكل الخطر على المقدمة في هذه المنافسة المشرفة. نعود مع البداية، نعود مع تحديات المقدمة وصدارة الشهود على البداية، أسماء متميزة تشارك في هذا التحدي وبمسار هذا الشهود. بالعرج غير وتسلل في هذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل مع انطلاقة هذا الشعار الذي تسلل مباشرة إلى البداية وإلى التحدي. سيرة تنطلق إلى البداية، راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري بشعار بالعرج يتسلل إلى البداية مع سيرة التي تحتل المركز الأول، متعبة الصعاق غادمة في هذا التحدي، سالم بن علي بن متعب الصعاق يتواجد مع متعبة، بينما أم الصيفي على المركز الثالث تتسلل إلى المركز الثاني في هذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل. عبد العزيز بن راشد بن عبيد المرزيق المري، فتون الزعبي هنا على المركز الرابع، سعيد بن بطي الزعبي، وخامسا هنا الأمبراطور طور قادم مع تحديات وانطلاقة بواخر علي بن مخيت بن علي البريدي المري. ولكن نعود مع البداية، سيرة بالعرج هنا تنطلق في هذا التحدي وتنطلق في مسار هذا الشهود في أداء متميز، وبدأت تنفرد عن بقية المراكز، تتواجد في المرتبة الأولى راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري، هنا يقترب من الناموس ومن الانتصار في هذا الشعار المتميز، وهنا بريك بالعرج يتابع ويراقب أحداث هذا الشوط. التهاني والتبريكات إلى أهالي المملكة العربية السعودية، تهنئة خاصة لصالح بالعرج المري على فوز سيرة وتحقيق للإنجاز الثاني والناموس للسيد راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري على فوز سيرة بناموس هذا الشوط. المركز الثاني أم الصيفي عبد العزيز بن راشد بن عبيد المرزيق المري، المركز الثالث وصلت فتون سعيد بن بطي الزعبي، المركز الرابع وصلت بواخر علي بن مخيت بن علي البريدي المري، المركز الخامس لحظات ونوافيكم بصاحبة المركز الخامس. هكذا مشاهدي الكرام تابعنا المنافسة والتحدي، فكانت سيرة حاضرة متواجدة بناموس هذا الشوط بتوقيت زمني وغدرة من مسافة 5 كيلومترات 7 دقائق 37 ثانية 17 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري على فوز سيرة بناموس هذا الشوط. المركز الثاني جاءت في المركز الثاني، جاءت أم الصيفي في المركز الثاني بتوقيت زمني وغدرة 7 دقائق 41 ثانية 63 جزءا من الثانية. تهانينا مسلم عبد العزيز بن راشد بن عبيد المرزيق المري على فوز أم الصيفي في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت فتون، تهانينا مسلم سعيد بن بطي الزعبي على فوز فتون في المركز الثالث. تهانينا وألف مبروك على هذا الانتصار، توقيت زمني 7 دقائق 44 ثانية 22 جزءا من الثانية. المركز الرابع هي بواخر